الله يساعدهم. شلونهم الشباب؟ مثل ما عودناكم دائما نجيب لك المنتجات الأصلية فقط. أوكي أوكي، اليوم عندنا منتج. هاي الشركة خصوصا هاي الشركة مميزة أو متميزة باستعمالها المواد الخام، الأعشاب الطبيعية فقط بدون أي مواد صناعية، وهاي الشركة تعتبر من المصدر الرئيسي أو الممول الرئيسي لكل الشركات الأدوية البيطرية. يعني هم عندهم مزارعهم ومختبراتهم يعني اللي تشتغل المواد الخام للأدوية البيطرية. روبا بيرد هولندا. أوكي، هذا المنتج الهولندي، وهذا الإكسباير مالته شهر الرابع 25. احنا جبناه نموذج هذا المنتج. طبعا هنا انا عندي اربع منتجات، هذا واحد من هذه الاربعة، لكن اشتغلت لكم الاعلان على المنتج الاهم والاكثر طلبا. هذا سائل معوي، حكي عادل حكي عادل. هذا شو يشتغل؟ هذا يشتغل للطيور اللي عندها يصير تسمم. اوكي، مرات الطير عندنا يصيد لحشرة ياكلها، هاي الحشرة متعرضة للمبيد حشري ماخذة، او هي اصلا تغذيتها مو سليمة، فهنا ينصاب بالتسمم. او مثلا تطيف اكل يضر للطير. مثلا شنو الاكلات اللي تضر الطير؟ يعني شوي الفيديو راح يكون طويل، بس اكو اكلات يعني خصوصا اللي تحتوي على سكريات تضر الطير، او الفواكه اللي تحتوي هواية مي تضر الطير. هنا الطير ايش راح يصير عندك؟ راح ينضر بالامعاء مالته، لان بداية كل مرض يبدي من الامعاء. حكي عدل حكي عدل. يسوف او يكوش الطير، يصير الاكل مالته قليل، يصير خامل. هنا نضرب الامعاء مالته، تتبعوا عليه اسهال. طبعا هاي معناته هاي العلامات اعطيتك في شيء مختصر، معناته الطير مضروب معويا. حكي عدل حكي عدل. هذا العلف السائل. اوكي، سائل معوي يشتغل مباشره على امعاء، هم ينظف الامعاء وهم يعالج، وبنفس الوقت هو علف عشبي، يعني 100% اي مواد صناعيه ما بي. يعني الطير هنا من راح ياخذه، هم راح ياخذه تغذيه وهم راح ياخذه علاج. هنا انت تشوف التليبل مالته عباره عن اعشاب، مجموعه اعشاب. هنا المكونات مالته يعني شويه قلت لكم الشرح يطول، كلها معويه. طبعا المنتج انا اشوفه اقتصادي كلش ورخيص، سعره 30,000 فقط. راح تقول لي هوايه 30؟ لا، مو هوايه. انا اقول لك شلون مو هوايه. ايش قد التعبئه؟ 250 مل. حكي عدل. اوكي، ايش قد اليوز مالته او الاستعمال مالته للحالات الحرجة اللي تستعملها إله؟ يعني إذا عندك طير مصاب، هنا شوفه 5 مل، يعني 5 cc. شوفه 5 cc، هذا بالإنجليزي، خلينا نشوف 5 مل على اللتر. يعني هاي السرنجة لي حد اللي هنا 5، تحلها بلتر مي، باوع بلتر مي. اللتر يعني كمية كلش كبيرة. طبعا هذا ما يخدم اللي عنده قفص قفصين ثلاثة، لا، هذا المنتج اختصاص جماعة المحميات اللي عنده 30 عصفور فما فوق. لأنه أنت اليوم من تحل 5 cc بلتر مي، وين راح يودوه؟ لمدة 3 أيام متتالية ينترك عندهم، مرة أسبوعيا. شوف، مرة بالأسبوع. هذا المنتج يقول لك العلامات مالته أو الشغل مالته يبين من أول أسبوع، ما شاء الله، من أول أسبوع بمواد عطرية تخلي الطيور ترغب المي. قلت لك المي من راح يشربه مو بس علاج، راح يشتغله الى تغذيه هم بنفس الوقت. فهذا من سعره 30,000، وهذا الاستعمال مالته انا اشوفه كلش كلش اقتصادي. بالمناسبه يرهم على كل انواع الطيور، يعني الحجم الناعم والحجم المتوسط، هم خالي الكياهن حتى يكون عندك فكره. مثل ما قلت لك ابو القفص او القفصين او ثلاثه، هذا ما راح يخدم، ما راح يخدم جماعه المحميات لانه اقتصادي بحت. طبعا هذا مثل ما قلت لكم شرح على وجبة جتنا، نماذج اربع منتجات، هذا المنتج الاول، وانتظرونا بالمنتجات البقية، وبالايام الجاية ان شاء الله راح يتوفر عندنا. مثل ما قلت لكم منتج هولندي، والاكسباير اهم شيء بعيد شهر الرابع 25. تحياتنا.